السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مساق نظم المعلومات الإدارية Management Information Systems لـ MIS. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في وحدة جديدة، وهي الوحدة الخامسة والأخيرة في المقرر لمساق نظم المعلومات الإدارية. في هذه الوحدة سنعرج على عدة مفاهيم وعدة قضايا من القضايا المعاصرة في نظم المعلومات الإدارية وفي العلم الحديث المتقدم. حنتكلم عن مفهوم إدارة المعرفة والمعلومات، حنتكلم عن الإدارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، حنتكلم عن تكنولوجيا الاتصالات وعن الأمن المعلوماتي لنظم المعلومات. طبعا هذه الموضوعات كلها موضوعات هامة ولها تفاصيل كثيرة جدا وحقيقة مفيدة، إلا أنه كل موضوع من العناوين اللي أنا عددتها الآن هي تعتبر بحد ذاتها مساقات، بل تعتبر علم يعني يحتاج إلى تفاصيل كثيرة. لو تكلمنا عن إدارة المعرفة لن نستطيع أن نغطي هذا المفهوم لا في محاضرة ولا في حتى 20 محاضرة، وإنما إدارة المعرفة هو مصطلح حديث له تفاصيله وأبعاده ومفرداته، وأيضا الإدارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، تكنولوجيا الاتصالات، أمن المعلومات، هذه كلها مصطلحات وعناوين يعني عناوين تعتبر كبيرة. من خلال هذه الوحدة ومن خلال المحاضرات المتبقية لنا في مساق نظم المعلومات الإدارية، حنحاول إن شاء الله تعالى أن نعرج على هذه المفاهيم بشيء من الاختصار. نتكلم عن المفهوم، نتكلم عن الأهداف، الأهمية، والعلاقة التي تربط هذه الموضوعات بمساقنا نظم المعلومات الإدارية. إدارة المعرفة والمعلومات، طبعا احنا تكلمنا سابقا في الوحدة الأولى عندما تحدثنا عن مفهوم البيانات ومفهوم المعلومات، تكلمنا عن المعرفة، مفهوم النولج، المعرفة، وقلنا انه المعرفة هي حصيلة فهم الإنسان للحياة من التجارب وإدراك الإنسان من الخبرات للمشكلات التي تعامل معها. إذن هي تراكم للتجارب والخبرات العملية والممارسات اللي جعلت عند الإنسان أو عند هذا الخبير خبرة معينة في مجال محدد وفي أمور محددة. فالمعرفة هي الفهم المكتسب من خلال الخبرات والدراسة، وقلنا إنه المعرفة هي معرفة كيف تعمل الأشياء، وهو توافق الموهبة والفطرة والأفكار والآراء والقوانين والخبرة والتجارب والإجراءات، هذه كلها توافقها بشكل معرفة نستطيع إنه نبني عليها عمل، ونستطيع إنه نبني عليها قرار في العمل. إذن هذا مفهوم المعرفة اللي بيخلينا نروح لأبعد من ذلك لإدارة المعرفة، والتي يعني تعريفها اللي هي إدارة المعرفة أو النولج مانجمنت، نقول إنه إدارة المعرفة هي عملية تحليل وتركيب وتقييم وتنفيذ التغيرات المتعلقة بالمعرفة لتحقيق الأهداف الموضوعة بشكل نظمي مقصود وهادف لإيجاد قيمة للأعمال وتوليد الميزة التنافسية. وتعريف آخر نقول إنه هي عبارة عن تجميع للعمليات، والتجميع للعمليات بمعنى إنه أنا بتكلم عن الإدارة، التجميع هذا تجميع العمليات أو تجميع إجراءات
هذا الخلق والنشر والتوزيع والاستفادة من المعرفة، وكذلك التصنيف والتبويب والتخزين، أيضا كل هذه الأمور تعتبر عبارة عن إدارة، وهذه إدارة، إدارة للمعرفة التي تؤدي إلى إيش قلنا، هذه كله عبارة عن إدارة للمعرفة التي تساعد في النهاية إلى اتخاذ القرار اللازم. وبالتالي إنه من الضرورة إنه نعرف إنه المعرفة إلها إدارة معرفة، كما أن الخطر إله إدارة خطر، كما أن الأزمات إلها إدارة الأزمات، المعلومات مقابلها إدارة المعلومات. إذن هناك عمليات في المعرفة عبارة عن جمع وتوليد ونشر وتوزيع وتطبيق وتخزين ومشاركة، هذه العمليات كلها اللي تكلمنا عنها طبعا تؤدي إلى إيش؟ إلى اتخاذ القرار. أو أن نقول يعني نعرف إنه الإدارة هي عبارة عن تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، ورقابة للمعرفة. إذن أنا بتكلم عن توجيه للمعرفة، هذه هي الإدارة، إدارة المعرفة. فإذا أنا بدي أصل إلى الوصول، الهدف الأساسي من هذه العمليات اللي بنتكلم عنها إنه هو الوصول إلى الفهم والتطبيق العملي لمفهوم المعرفة. الآن لو بدنا إحنا نفرق ما بين مفهوم المعرفة وإدارة المعرفة أيضا، النوليدج والنوليدج مانجمنت، هنجد إنه المعرفة هي المهارات الإبداعية الناتجة عن التفكير والتغيير المختلف والمتميز لكل الموارد التنظيمية المتاحة وكل العوامل البيئية والتنافسية المحيطة بالمنظمة. ولكن إدارة المعرفة هي الاستخدام الأمثل والفعال للمهارات اللي هي المعرفية، المهارات الإبداعية والابتكارية التي إيش ينعكس بالتأكيد أدائها على المنظمة ويعزز القدرة التنافسية لها. إذن إدارة المعرفة نتكلم إحنا عن استخدام أمثل للإمكانيات المتاحة من الموارد ومن الأصول المعرفية وتوجيهها في الاتجاه السليم واستخدامها في ما يعني يخص إدارة المنظمة أو ما يخص اتخاذ قرارات في المنظمة. هناك أمثلة يعني تطبيقية لموضوع إدارة المعرفة. أول مثال هو يقول: قد يكون لدى المنظمة مجموعة من البيانات والمعلومات غير مترابطة وغير مصنفة، فيقوم أحد الخبراء بإيجاد علاقة جوهرية ونافعة من هذه المعلومات. هذه العلاقة تساهم في تحقيق مزايا تنافسية لدى المنظمة، بمعنى أنه أنا قد يكون عندي معلومات في المنظمة وعندي بيانات موجودة لكن غير منظمة وغير مرتبة، أستطيع أنا كخبير في مجال معين أنه أستعين في هذه الخبراء، هذه المعلومات وإيجاد علاقة ما بينها لتقديم معرفة و خبرة معينة، أستطيع أن أحقق إنجاز للمنظمة وإنجاز للمؤسسة اللي بعمل فيها. بالتالي هذه معارف الآن أصبحت تعتبر إيش؟ أصول، وأصبحت أساس استراتيجي ينطلق منه المنظمات. الاستفادة من القديم، وهنا عندنا واحد أحد اليابانيين اللي استفاد من الأجهزة التالفة والمتروكة والقديمة
وأجهزة سواء الأجهزة الإلكترونية، الحاسبات، التليفونات، كلها استفاد منها، وأصبح إنه يستخدم منها جزيئات بسيطة جدا موجودة في هذه الأجهزة، واستخرج منها اللي هو الذهب الصافي بعد يعني إيش صهر هذه المواد. وبالتالي إذا إنه أنا من شيء قديم تالف غير مستخدم عفى عليه الزمن، أستطيع إنه أنا أولد فكرة جديدة، أبدع في استخداماتي، وهذا بالتالي له أثر على المنظمة وعلى الفرد. فهذه أيضا عبارة عن معارف وخبرات لدى الإنسان يستطيع من خلالها اللي هو الاستفادة من هذه المعارف وهذه المعلومات المتراكمة بالحكمة وبالخبرة وبالممارسة، إنه يقدم شيء وينجز، يقدم إنجاز في هذا الاتجاه. أيضا الإبداع في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك عند وجود منظمتين مثلا تعملان في نفس الإمكانيات ونفس المجال، تقوم إحداها إيش بتحقيق امتياز عن الأخرى. إذا هذا إيش الإبداع، الابتكار يؤدي إلى أنه أنت الآن بتنافس المنظمات الموجودة في وجود ثورة للمعلومات، في وجود تقدم كبير في مجال الرقمي وفي المجال المعلوماتي وفي مجال التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات. أنا الآن أستطيع إنه أقدم إبداعات وابتكارات من خلال المعارف اللي أنا حاصل عليها والخبرات اللي موجودة لدينا، نستطيع إنه نعطي فكرة جديدة قد تكون لها أثر وقد تكون لها دور في تغيير الواقع، في تطوير العمل. بالتالي هذا يعتبر ابتكار وإبداع وإنجاز. لو طلعنا أخذنا مثال أيضا تطبيقي، هو دولة قطر التي يعني عدد سكانها نصف مليون، واللي زار قطر منذ يعني في بداية الألفينات، كانت يعني قطر لسه دولة صغيرة، عدد سكانها بسيط، إمكانياتها حتى الإمكانيات اللي متاحة والموجودة غير مستخدمة بالشكل الأمثل. ولكن الآن لو اطلعنا على التطور ومواكبة العصر الحديث من طرف هذه الدولة، نجد إنه هي تقدمت عن دول كثيرة جدا في مجالات عدة، ومن خلال الموارد المتاحة سواء الطبيعية أو غيرها الموجودة في الدولة. طبعا إحنا أيضا لو اطلعنا في الواقع الحديث والواقع قبل 20 سنة على تقريبا، نجد إنه أيضا كمان دولة قطر استطاعت إنه تتقدم وتطور من إمكانياتها ومن مقدراتها من خلال المنبر الإعلامي، من خلال قناة الجزيرة اللي أوجدتها في ظل إنه دولة كانت إمكانياتها بسيطة، فالإعلام عرفوا أصحاب هذه الدولة وأصحاب القرار في الدولة، عرف أن لغة العصر هي إيش؟ هي الإعلام، الإعلام الجديد. فوجود حقيقة قناة الجزيرة كان لها أثر كبير جدا على تقدم الدولة كدولة وإمكانيات الدولة ومقدرات الدولة، حيث أنه هذه القناة سوقت الدولة بشكل كبير جدا، سوقت إمكانيات الدولة بشكل كبير جدا، مما أدى إلى إنه إحنا بنتكلم إنه هذه الدولة أصبحت من الدول أو مصاف الدول المتقدمة على دول كانت عندها إمكانيات وكانت عندها تقدمات في السابق، لكن قطر بالتأكيد استطاعت إنه تتقدم عليها بإدارتها للمعارف وإدارتها للإمكانيات الموجودة لدى الدولة وتوظيفها بالشكل السليم وبالمسار الصحيح. أيضا خلق الطلب على إيش منتج جديد. أنا لما أوجد شيء جديد
بالتأكيد هذه إيش معارف أنا أستطيع أن أوظفها في خلق شيء جديد، وابتكار وابتداع شيء جديد على منتج معين أو على خدمة معينة. لما أتكلم أنا عن المحمول الآن، الجهاز المحمول أصبح الآن كل طفل وكبير السن والجميع الآن لديه إيش جهاز محمول يتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والجديدة. الآن بنتكلم قاعدين عن جهاز اللابتوب أو أجهزة الحاسوب موجودة في كل منزل وفي كل بيت. نتكلم عن البريد الإلكتروني، خفف الكثير من في عملية سرعة التواصل ما بين المؤسسات والمنظمات وما بين المنظمة وفي داخلها مع موظفينها ودوائرها ومستوياتها الإدارية. بطاقة الائتمان أصبحت الآن أيضا لها أثر كبير وسهلت عمليات كثيرة. الآن من خلال الفيزا كارد نستطيع أنه نحصل على خدمات ونحصل على منتجات على مستوى العالم من خلال اللي هو الدفع عبر اللي هو الإنترنت وعبر الفيزا كارد. الإدارة عن بعد الآن لها أثر كبير جدا، والآن في تطور في هذا المجال، في مجال التسويق الإلكتروني وخلق متاجر افتراضية والعمل من خلال هذه الأمور، اللي أيضا هي عبارة عن معارف تم الاستفادة منها وتوظيفها في بشكل سليم. لو بدنا نتكلم إحنا عن أهمية إدارة المعرفة، نجد إنه إدارة المعرفة لها أهمية كبيرة جدا وبالغة. من ضمن هذه الأمور أنها تعتمد إدارة المعرفة على إضافة القيمة للعاملين في المنظمة والذين يعتبرون بمثابة مخازن أو مستودعات لرأس المال الفكري. ورأس المال الفكري، أنا بتكلم أنا عن رأس المال الفكري، أنا بتكلم عن صمام أمان المنظمة، بتكلم عن الرصيد الحقيقي للمنظمة، هو رأس المال الفكري البشري. بتكلم عن، لو بتكلم عن مثال عن الجامعة، بتكلم عن الأكاديميين، بتكلم عن الإداريين المتميزين، بتكلم عن الطلبة المتفوقين المتميزين. هذه كلها تعتبر رأس المال الفكري للمنظمة وللمؤسسة. بالتالي أصبحت إيش؟ يعتبرون إيش؟ مثابة مخازن أو مستودعات للمعارف في المنظمة. تعظيم القيمة البشرية للعاملين في المنظمة، هذا أيضا من إدارة المعرفة، لأنه أنا بدي أهتم في إنه البشر أو العنصر البشري هو الأساس في المنظمة، فبدي أحترم هذه العقول وبدي أقدر هذه العقول وبدي أكافئها وبدي أهتم فيها وبدي أخليها تكون دائما مبدعة ودائما مبادرة وتقدم أفكار إبداعية. بالتأكيد حيكون لها أثر إيجابي على ربحية الشركة، بالتأكيد حيكون لها أثر على التعليم في الجامعة، بالتأكيد حيكون لها أثر على المؤسسات بشكل عام. تنمية وإدارة رأس المال الفكري، هذا أمر مهم، إنه أنا بدي دائما يكون عندي اهتمام في إنه أنمي هذا الرأس المال الفكري وأطوره باستمرار وأدربه باستمرار حتى يكون له عطاء دائم في هذا المجال. تنمية المهارات الابتكارية والإبداعية، بدي أوجد أفكار للابتكار والإبداع، بدي أوجد أفكار، بدي أوجد محاضن لتوليد الأفكار والمساهمة في الإبداع والابتكار وإيجاد أفكار مميزة تحتاج إلى يعني رعاية، وأقوم باستخدامها لتقديم إنجازات في مجالات معينة. تعظيم الاستفادة من جميع البيانات والمعلومات في المنظمة، خاصة المبعثر منها. على سبيل المثال أتكلم إحنا عن البيانات المعلومات اللي موجودة في المنظمة، أنا بدي أستفيد منها في أمور أخرى حتى لو بدي أستفيد من جزئيات منها، فهي إيش رصيد موجود عندي ممكن استخدامه واستثماره في المنظمة. أيضا من الأهمية لإدارة المعرفة هو تعظيم التفكير الابتكاري واستخدام المعرفة في حل المشكلات التنظيمية، وهذا أمر أيضا نتكلم عن
بدي أعظم، بدي أنا أعطي قيمة للتفكير الابتكاري. أيضا تظهر كفاءة إدارة المعرفة بتميز في ظل الظروف الغامضة وغير المؤكدة وفي الأزمات. نتكلم عن المعارف، المعارف تتدخل وتقوم على حل الإشكاليات الكبرى والإشكاليات المعقدة، وأيضا وجودها بيكون في الظروف الصعبة والظروف الغامضة والظروف غير المؤكدة، في الأزمات، في الإشكاليات الكبيرة يتم استخدام واستثمار المعرفة وإدارة هذه المعرفة لحل هذه الإشكاليات ولتقديم أفكار ومقترحات وحلول لما يقابل المؤسسة في الظروف الصعبة. من خلال أيضا الإدارة الفعالة يمكن للمنظمة أن تتميز عن المنظمات المنافسة في الجودة، التكلفة، في الربحية والإبداع. الحفاظ على التميز التنافسي لمنظمات الأعمال، هذا أيضا إدارة المعرفة، أستطيع أن أحافظ على مكانتي وعلى قيمتي في السوق وفي المجال اللي أنا بعمل فيه، سواء تعليمي أو سياسي أو ثقافي أو اجتماعي أو حتى في مجالات منظمات الأعمال الربحية واللي بتحقق أرباح وإيرادات. تقليل حالات عدم التأكد والحد من المخاطر المتوقعة، بالتأكيد أن إدارة المعرفة، الخبرة الموجودة عندي وإدارتي إلها واستخدام الأمثل لهذه المعارف، أستطيع أنه أنا أقلل من المخاطر اللي ممكن أن تكون يعني متوقع حدوثها على مدار معين وفترة معينة قد تقابل المنظمة في مستقبلها. فأيضا إدارة المعرفة لها دور في هذا الاتجاه. إن إدراك أهمية المعرفة وإدارتها ودورها في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة، أوضح طبعا مارشال أحد العلماء أن رأس المال يتألف في إيش؟ في جزء كبير منه من المعرفة ومن المنظمة، وأن المعرفة هي المحرك أو الدرايفر الأساس والأول لإيش؟ للإنتاج. وفي الآونة الأخيرة أصبح ينظر إلى المعرفة على أنها إيش؟ الحجر الأساس بالنسبة إلى جميع المشروعات والبرامج، إذ أنها العامل الذي يولد الرؤى والمكون الذي يقود تفكير الناس والقدرة على التي تقود إلى السلوك القائم على العقلانية وعلى الحكمة وعلى التفكير السليم لإدارة شؤون المنظمات وتوجيه السلوك وتوجيه الخبرات والمعارف لتقديم إنجازات للمنظمة. طبعا من المقاييس الأساسية لقياس قيمة المعرفة، أنا حتى أقيس قيمة المعرفة الجديدة واللي أوجدها واقع المؤسسة، كيف بدي أقيسها؟ من خلال مؤشرات. أول مؤشر هو زيادة الفاعلية، إذا أنا في عندي زيادة في الفاعلية في المنظمة أو في المؤسسة، إذا أنا المعرفة عندي متقدمة والمعارف لها أثر على صعيد الإنجاز وعلى صعيد العمل. التكاليف الأقل، إذا كانت أنا التكاليف أقل عندي، الجهد زاد في العمل، عندي جودة في العمل، إذا أنا معك كلام. أيضا المعرفة لها قيمة في هذا ولها أثر. العائد من الاستثمار، أيضا إذا العائد زاد وقلت التكاليف المصاريف والنفقات، بالتالي أيضا بالتأكيد هذه له يعني أنه تم إدارة العمل من خلال معارف دقيقة ولها أثر على العمل. هناك أهداف لإدارة المعرفة، من ضمن هذه الأهداف هو إدارة، أول شيء تبسيط العمليات
وخفض التكاليف عن طريق التخلص من الإجراءات المطولة أو غير الضرورية. إذن من أهداف إدارة المعرفة إنه أنا بدي أبسط الإجراءات وأبسط العمليات وأخفض التكاليف عن طريق التخلص من الإجراءات المطولة والمعقدة والأمور الغير لازمة، الأوراق اللي تحتاج إلى توقيعات وتعيق العمل، الإجراءات المطولة. هذه كلها أنا من خلال إدارتي للمعرفة بدي أتخلص منها وأحاول إنه أقدم خدمة للزبون أو للعميل، خدمة متقدمة بشكل سريع بجودة عالية وبأقل تكاليف وبأقل بأقل جهد. تمام، تحسين خدمة العملاء عن طريق اختزال الزمن المستغرق في تقديم الخدمات المطلوبة، الكلام اللي احنا حكينا عليه، تبني فكرة الإبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق الأفكار، وهذا الكلام يحتاج إلى إنه أتبنى أنا فكرة الإبداع والابتكار عند المتميزين والمتفوقين من أجل إنه أنا أشجعهم على هذا المبدأ، وبالتالي يكون في حصول للأفكار الإبداعية والآراء الابتكارية. زيادة العائد المالي، هذا أيضا دور إدارة اللي هو المعرفة عن طريق تسويق المنتجات والخدمات بفاعلية أكبر، تفعيل المعرفة ورأس المال الفكري لتحسين طرق إيصال الخدمات، إيجاد بيئة تفاعلية لتجميع وتوثيق ونقل الخبرات التراكمية المكتسبة من الممارسات اليومية وتراكم الخبرات والأعمال. إذن إحنا بنتكلم عن إنه المعرفة أو إدارة المعرفة إلها دور كبير جدا في تقدم المنظمات وفي الإنجاز. فنقول إنه لماذا إدارة المعرفة؟ نقول إنه أصبحت إدارة المعرفة ضرورة ملحة لأسباب معينة، وهي التحول الجديد في بيئة الأعمال فرض على المنظمات إيش؟ التميز بقدرات جديدة. أيضا التطور المطرد في موضوع التقنية وتطورها الدائم، وطبعا هناك يصبح في تغيرات بدي أنا أواكب هذه التغيرات. الآن أصبح الحواسيب في جيل متقدم، الشبكات الإنترنت، هذا كله إذا هو في متغيرات، وكل ما أنت غيرت في التقنية اللي بتستخدمها كل ما أنت استطعت أنه تحصل على يعني مكانة أكبر وتحصل على إنجاز أسرع وأدق وأفضل. لكن هذا إيش؟ بالتأكيد له تأثير مالي، وهذا أيضا يعتبر من إدارة المعرفة اللي تحتاج إلى دائما توجيه سليم. تضاعف حجم المعلومات التي تتولد في أي مجال، إمكانية الحصول على كمية مهولة من المعلومات في ظرف أجزاء من الثانية، أستطيع أن أحصل أنا على المعلومات محددة في مجال معين، وازدياد صعوبة الاستفادة من تلك المعلومات. طيب، ما هو الدور الذي يقدمه مفهوم إدارة المعرفة؟ إحنا بنعرف أول شيء قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع، بنعرف إنه إدارة المعرفة أصبحت هي إيش؟ بتساوي القرار. إذا اتخاذ القرار يجب أن يعتمد على المعرفة، وبالتالي دور هذا المفهوم دوره كبير جدا في المنظمات. هو إيش؟ كلما كانت المعرفة سليمة ودقيقة ومبنية على خبرة ومبنية على تجارب تطبيقية صحيحة، بيكون القرار عندي سليم وناجح وقرار استراتيجي وإله أثره على المنظمة. والعكس طبعا بالتأكيد العكس صحيح. طيب، ما هو الدور الذي يقدمه مفهوم إدارة المعرفة؟ أول شيء، إدارة المعرفة تحمل الأصول المعرفية من الضعف وعدم الفائدة. إيش يعني هن الآن سمى هو الأصول المعرفية؟ إذن الآن إحنا بنتكلم عن إنه المعرفة أصبحت أصل
من أصول المنظمة. لما بتكلم عن أصول أنا بتكلم عن إنه عندي المعدات، الأجهزة، المباني، الأثاث، هذا كله يعتبر أصول في المنظمة. وبالتالي الأصول يعني أساس، يعني أصول ثابتة تسمى يعني أساس، يعني بدونها المنظمة صعب إنه تنتج أو إنه تتقدم. وبالتالي أصبحت المعارف أيضا هي أصول من أصول المنظمة، بمعنى إنه كل منظمة تمتلك المباني، تمتلك المعدات، تمتلك الأجهزة، أيضا يجب أن تمتلك للمعارف ولأصحاب المعارف، وهو إيش؟ بالتأكيد اللي هو العنصر البشري. لما أتكلم عن جامعة، إذا أنا بتكلم عنه الأكاديمي الذي يمتلك المعارف والمعلومات اللازمة يعني تتقدم الجامعة بهذا الإنسان وبهذا العالم وبهذا الدكتور وبهذا المدرس الذي يمتلك المعارف اللازمة في المجال المحدد، في مجال الطبي، في مجال العلوم الإنسانية، في مجال العلوم الإدارية والمالية. إذا أنا بتكلم عن إنه هذا أصبح أصول من أصول المنظمة الثابتة. أيضا من الدور الذي يلعبه ويقدمه مفهوم إدارة المعرفة إنه تساعد المنظمة أيضا في اتخاذ القرار، وقلنا إنه الآن إدارة المعرفة بتساوي القرار. كلما كان القرار المعرفة دقيقة وإدارتها سليمة، بالتالي بده يكون عندي قراري بالتأكيد أيضا سليم وله أثر. تساعد على إنتاج المنتجات عالية الجودة، وذلك من خلال إضافة واستخدام الذكاء وتعظيم القيمة وتوفير المرونة في الاستخدام المعرفي. السؤال: لماذا يجب تطبيق إدارة المعرفة واستخدامها؟ الجواب نقول إنه لأنه يساعد في خدمة العملاء بطريقة جيدة ويجعل المنظمة قوية. تمام؟ ويجعل المنظمة قوية. يعني خلينا احنا ان شاء الله نتكلم عن المجالات الرئيسية لإدارة المعرفة وما تبقى ان شاء الله تعالى خلال ان شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.